نظمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الامتحان الثاني لمزاولة مهنة الصيدلة للعام 2016، حيث تقدم للامتحان 32 صيدليا وبلغت نسبة النجاح 84.4%. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. مساء الخير دكتورة. مساء الخير، أهلا وسهلا. بداية، ما أهمية إجراء امتحان لمزاولة المهن وما أبرز الشروط والمعايير لذلك؟ نعم، طبعا هناك قوانين نظمت مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومهنة وقانون آخر لمزاولة مهنة الصيدلة والتمريض. جميع هذه القوانين نصت على أنه لابد من إجراء امتحان تراخيص للمتقدمين لمزاولة هذه المهن في مملكة البحرين، وتحديدا في 4 مهن مهمة، وهي مهنة الطب البشري وطب الأسنان، مهنة التمريض، مهنة الصيدلة، ومهنة البصريات. طبعا هذه الامتحانات تجرى للمتقدمين لمزاولة المهنة من يعني لديهم خبرة قليلة مقارنة بسنة التخرج، حتى نضمن على الأقل أن من يزاول هذه المهنة في مملكة البحرين لديه الحد الأدنى من المهارات والعلم بحيث أنه يؤهله لممارسة المهنة. فطبعا تم تحديد إجراء هذه الامتحانات لهذه المهن بمعدل 3 مرات في السنة، ويتقدم لها سواء البحرينيين أو غير البحرينيين ممن لديهم عقود عمل في المؤسسات الصحية. نعم، كيف يمكن تقييم نسبة النجاح من خلال نتائج الامتحانات لمزاولة مهنة الصيدلة تحديدا؟ طبعا نسبة النجاح في امتحانات الصيدلة جاءت هذا العام مرتفعة ولله الحمد. نستطيع أن نقول أن المهارات للمزاولين المهن اللي تقدموا للامتحان عالية، النسبة الأكبر منهم كانوا من خارج مملكة البحرين، لديهم عقود عمل مؤسسات صحية خاصة، وهذا بالذات يعطينا نوع من الارتياح إلى أن من سنثق فيهم بممارسة هذه المهنة في القطاع الخاص هم على قدر من العلم والمسؤولية اللي ممكن اتكال هذه المهنة لهم. طبعا تتفاوت نسبة النجاح من امتحان ومن دفعة إلى أخرى، ولكن تعتبر بالنسبة للصيدلة عالية، بينما بلغت بين الأطباء في الامتحان الأول 57% وفي الامتحان الثاني 60%، وبالنسبة للتمريض عفوا الامتحان 60%، والبصريات 69%، فتقريبا احنا المعدل هو يكون في 60% نسبة النجاح. نعم، دكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك.